ازيك يا عمار؟ الحمد لله. فاكر الاسلام ربنا، ازي اخبارك حضرتك؟ ايه؟ بشكر كله حضرتك تمام؟ جدا على الكلام اللي حضرتك قلته ده. لا دي حقيقة، الحقيقة يا عمار والله، لأنه كل لاعبي المنتخب الحقيقة يستحقوا الثناء ويستحقوا الشكر، ولكن أنا ما أعرفش إن أنت جامد قوي في الدفاع كده، يعني لو كده كنت يعني ما أعرفش، فجأة لقيت حد بيدافع بكل حتة في جسمه من أول شعر رأسك اللي هو كان اللي أنت كنت عامل له تسريحة كده حلوة جدا لغاية صوابع رجلك، يعني كنت بتدافع بكل حتة. ربنا يخليك يا استاذ اسلام، والله مش عارف اقول لحضرتك على اللي حضرتك بتقوله ده عليا. ربنا يخليك، ودي شهاده اعتز بيها، يعني انا بشكر حضرتك جدا. يعني ربنا يخليك يا عمار، بس جبت منين الحاجات دي يا عمار؟ يعني كنا بنشوفك في الاتحاد السكندري كنت بتنزل دايما في الناحية الهجومية، واحنا والله عارفين فاكر ان انت الاسلام، عندك في الناحية الهجومية كتير، لكن الناحية الدفاعية دي والاستماتة دي كانت حاجة بالنسبة لي مفاجأة كبيرة جدا. انا دي اتعلمتها والله يا كابتن، والله العظيم بجد اتعلمتها اول ما جيت النادي، نادي الاهلي. اتعلمتها لما جيت النادي. دي اول اتعلمتها اول ما جيت النادي، لان انا كنت اول ما جيت كنت بنزل التمرين وكده. طبعا في الفريق الاول كنت بنزل التمرين كده، فكنت بلاقي التمرين، انا اللي اعرفه في النوادي الثانيه في التمرين بيبقى التمرين عادي، اللي هو عادي مش بيبقى جامد قوي في النوادي الثانيه وكده. فانا رحت النادي الاهلي استغربت، يعني بشوف التمرين اكبر من اللي في الماتش، يعني في التمرين بلاقي اللعيبه بتموت في نفسها وكله بيموت في نفسه، فاستغربت. هو ايه ده؟ فراح كابتن سعد سمير واكرم توفيق جم اتكلموا معايا، قالوا لي انت لو ما اتدربتش كويس وما هتدوس وكده، ما تنزلش ضميرك كده، بس دوس وموت نفسك، غير كده نفسك موجود في النادي الاهلي. فمن ساعتها وانا حد في تاني، يعني دي وانا على طول بعمل الحاجه دي، بتمرن وبعمل اللي عليا وبسيب الباقي على ربنا. ففي اي حته بروح، حتى في الاتحاد كده برضه، رحت الاتحاد برضه في التمرين كنت باخد التمرين زيه زي الماتش. لا يعني انا بقول لك، انا شخصيا اتفاجئت بهذا المستوى الدفاعي الحقيقه المذهل، انا من وجهه نظري، خصوصا انت بتلاعب لعيبه كمان اجسام بسم الله ما شاء الله حاجه كبيره جدا وحاجه عريضه جدا وحاجه اسرع منك جدا، وفي نفس الوقت انت لا بتعديهم في السرعه، بتواجههم في المواجهات الفرديه، يعني انا كنت مبسوط جدا بالاداء الدفاعي يا عمار الحقيقه، فعشان كده بقول لك يعني انا مفاجاه كبيره بالنسبه لي هذا الاداء. اعتقد ان الكابتن شوقي غريب كان له دور في هذا الموضوع برضو يا عمار. هو كابتن شوقي برضو كان ليه دور، وانا برضو لما كنت في النادي الاول اول ما جيت فقعدت 3 شهور برضو، كنت حضرتك ما تنساش ان انا كنت قعدت 3 شهور في النادي الاهلي ما بنزلش الملعب، كنت 3 شهور بتمرن بس مع، يعني اعتبر ما بنزلش الملعب. كابتن حسين عبدان بياخدني اجري حوالين الملعب واخش الجيم، ما بعملش حاجه ثانيه، ما كنتش بلمس كوره. فالفتره دي برضو فرقت معايا جدا برضو يا كابتن اسلام، مش عايز انسى برضو كابتن حسين عبدان، طبعا فرق معايا جدا يعني في موضوع الجيم. انا لما رحت النادي الاهلي زدت 5 كيلو في موضوع الجيم ده، 5 كيلو ماسلز عضلات يعني. عضلات، لا زدت جامد، وانا حاسس، يعني انا حاسس بنفسي في الملعب، انا ما بقتش اقع بصوره ومثلا اخش في اشتراكات، لا يعني فرقت معايا جدا. خدتوا اجازه بقى اليومين بس دول؟ نعم، خدتوا اجازه بعد البطوله؟ انا خدت اجازه، انا وصلاح خدنا اجازه، اتكلمت مع كابتن سيد، وكابتن سيد دخل مستر سيرز وقال له ان احنا ناخد اجازه وكده، فقال له خلاص اديهم اجازه 3 ايام. اخذنا امبارح النهارده وعندنا تمرين ان شاء الله يوم الاربعاء. هتقضيها فين بقى الاجازه دي؟ والله يا كابتن، ما هو انا قاعد اهو في البيت، والله البيت بس اقعد تحت كده مع اصحابي في المطريه. المفروض ان انا بكره اطلع مع كابتن شوبير. بكره؟ طالع مع كابتن شوبير ان شاء الله. ربنا يكرمك وتبقى حلقه جميله، وانا متاكد ان هي هتبقى حلقه جميله. قول لي بقى، نرجع لاجواء المباريات اللي مع منتخبنا الاولمبي، يعني الحقيقه عمار، هل توقعت انت كعمار حمدي ان يكون الجمهور ده كله يجي لمؤازره منتخبنا الاولمبي، خصوصا بعد مباراه غانا اعتقد كانت الفارقه في هذا الموضوع؟ هو كابتن اسلام، هو كابتن مشاوي الصراحه قال حاجه وطلع صراحه كلامه صح، كل حاجه كان بيقولها كان كلامه صح. قال لنا انتوا هتلعبوا ماتش بماتش، انتوا اللي هتجيبوا الجماهير، اول ماتش اللي افتتح ده في جماهير هتيجوا كده، بس الماتش ده اللي هيبان ان الجماهير هتيجي ولا لا. فمن ساعه ماتش غانا والجماهير بدات تجي لنا صح، يعني احنا كان في ماتش غانا جانا بتهيألي بتاع 40، ماتش جنوب افريقيا بتهيألي جانا بتهيألي بتاع 70، النهائي الملعب كان مقفول خالص. فكابتن شوقي كان صادق في الحته دي الصراحه، قال لنا ان انتوا اللي هتجيبوا الملعب، انتوا اللي هتجيبوا الجماهير للمباريات صح، والجماهير بدات تيجي. يعني انا استغربت ان انا الاقي جماهير بالشكل ده، والجماهير كان لهم عامل كبير، يعني ان احنا يعني هناخد البطوله دي. واحسن حاجه كابتن اسلام اللي هنا عندنا في المنتخب هنا، اللعيبه كلها بتحب بعض، وده اللي كان بيميزنا في الملعب. كان واضح جدا، كان واضح جدا الاداء ده، واعتقد ان رمضان صبحي
كقائد للفريق كان له دور. اتكلم مش له حق يعني، وكان ليه يعني كان له دور كبير قوي جوه الملعب وبره الملعب الصراحه يعني. فانا يعني لو انا بتكلم مش هديله حق، هو الصراحه كان من اهم اللعيبه عندنا في المنتخب، وهو يستحق ان هو يكون احسن لعيب في البطوله، وعمل يعني عمل شهور كبير يعني الصراحه، ظهر بشكل كويس قوي، وهو الصراحه بيكره، وهو الصراحه يعني كويس بره الملعب قبل ما يكون جوه الملعب عادي، وبيعرض مع اللعيبه وبيتكلم هنا و... لا بجد حسيت بجد اللي هو قائد، لا قائد يستحق. عمار هو كان رمضان كان صاحب فكره الاقنعه اللي انتوا لبستوها في المباراه النهائيه؟ لا 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 يا كابتن، هو يا كابتن اسلام اللي كان صاحب الفكره دي كان طاهر، وطاهر طرح علينا الفكره دي فقمنا عملناها بقى. يعني ايه اللي جه في دماغ طاهر؟ يعني انا مش عارف اوصل لطاهر، لكن ايه اللي جه في دماغ طاهر علشان يعمل هذا الموضوع؟ هو بيقول لك يا كابتن اسلام في مسلسل تركي معرفش اسمه ايه كده، مسلسل تركي اسباني، هو مسلسل اسباني اسباني مثالي ومعرفش تركي فمعرفش اسمه ايه كده، فهو اللي فاحنا خلاص قلنا ماشي. ده انا عرفت يعني احنا اتفقنا، اتفقتوا ازاي بقى؟ ايوه انا عايز اسال، انا معلش معلش يا عمار، نقطه نقطه كده، يعني طاهر جه اقترح عليكم الاقتراح ده فانتوا وافقتوا، فمين اللي جاب لكم الاقنعه واتفقتوا ازاي؟ وكانت في الاوتوبي طاهر اللي جاب الاقنعه برضه؟ طاهر هو اللي جاب لنا الاقنعه وكده، وقعدنا نعمل كده واتفقنا كلنا، قلنا خلاص ماشي نعمل. فطاهر نزل وبس تباعه وعارفين يغني، واحنا كلنا عارفين حتى احنا لما دخلنا كابتن شوقي يتكلم معانا قال لا ما ينفعش الناس الجماهير، هتقول ايه الناس دلوقتي هتتكلم، هتقول انتوا مش مركزين وما اعرفش ايه. قلنا له يا كابتن لا ما فيش الكلام ده، احنا ان شاء الله هنرد عليهم في الملعب وهنوريهم ان احنا مركزين وكده. يعني انتوا استاذنتوا، حاولتوا تستاذنوا من الكابتن شوقي الاول فكان عنده شويه اعتراض وبعد كده خلاص؟ لا هو كابتن اسلام، كابتن شوقي كان مستغرب مستغرب. كابتن شوقي ما كانش هو بيقول مين دول اللي ماشيين دول؟ قال انا كلنا كنا مستغربين عمالين نقول ايه ده. هو بيقول ايه ده، ايه اللي انتوا بتعملوه ده، عشان احنا داخلين ومشغلين اغاني وعاملين وبنسقف وكده، حتى الناس كلها ما صدقتش، الناس قالت نفس ده مش مركزين ولا في ناس بتقول تبص كده، وحضرتك عارف بقى الناس هتقول كده لو كان لا قدر الله حصل مثلا. وانا لسه كنت هسالك يا عمار بقى، انتوا يعني ما حطيتوش في دماغكم انه لو لا قدر الله لا قدر الله كان حصل حاجه كنتوا هتتبهدلوا، كنتوا هتتقطعوا؟ ما هو كابتن شوقي قال لنا كده بقى، كابتن شوقي دخل عملنا ستيب فضل يزعلنا وكده، الناس بتعملوا ايه ده، فرصه على رسولي، طب افرض دلوقتي حصل لا قدر الله نتيجه اللي احنا متوقعينها، الناس هتقول ايه وكده. هو كابتن شوقي ضحك في الاول وكده، لكن لما دخلنا الاوضه بقى ورانا الوش التاني، وراكوا الوش التاني. كابتن شوقي عموما ليه وشين، انا عارف دايما جوه الملعب بوش وبره الملعب بوش تاني. جدا يا كابتن اسلام والله العظيم، يعني قبل ما يكون مدرب بيكون اب لينا وبيعاملنا اللي احنا اي حاجه بنطلبها بنقولها له بيعملها لنا، يعني احنا مثلا بنقول له احنا تعبنا من الاكل اللي في الفندق، قام جاي واخدنا في مطعم في التجمع اكلنا كباب وكفته وحمام، لا الصراحه ما بيتاخرش عندنا في حاجه، وده اللي كان بيميزنا كابتن اسلام في الملعب، اللي كلنا بنحب بعض كجهاز وكلعيبه، ويا كابتن اسلام دي مش موجوده في اي حته، يعني مثلا كابتن اسلام اللي ما بيلعبش تلاقيه رايح للي بيلعب يديله شنكار، يديله لزق، شد حيلك، دي ما بتلاقيهاش في اي حته يا كابتن، يعني ممكن دي تلاقيها مثلا في اي نادي تاني، مثلا واحد ما بيلعبش واللي بيلعب في مكانه في الملعب ايه زعلان وقالب وشه، لا يا عفو يا رب يتصاب، انت فاهم بقى الكلام ده يا كابتن اسلام. طبعا المنتخب يا كابتن اسلام ما كانش موجود الحاجات دي خالص، ما كانش في اهلي وزمالك يعني، يكون الملعب تلاقي الدكه كلها قامت كده وكله بيفرح، فده اللي كان بيميزنا في الملعب، ما كانش في اهلي وزمالك اقصد يعني، مصطفى محمد، محمد صبحي طبعا، نجوم نادي الزمالك، عمار ورمضان صبحي خالص يا كابتن، كلنا يا كابتن انا وصلاح عادتنا كلها مع مثلا مع مصطفى محمد مع اسمه ده امام عاشور ومحمد صبحي وناصر منسي وعبد الرحمن مجدي، لا مفيش حاجه هناك في المنتخب حاجه اسمها اهلي وزمالك، كلنا بنقعد مع بعض وكل بعد كل ماتش قبل كل ماتش بيوم لازم نتكلم، وكابتن شوقي كان على طول كل يوم بيعمل لنا محاضره بنشوف الفرق وبنتكلم، لا والدنيا كانت بتبقى ثانيه خالص يعني، يعني مش الكابتن شوقي ما كانش بيشدنا قوي يعني مش بيحملنا اللي هو يعني فوق ساقطنا وكده، عشان هو عارف اللي بيسيب جمهور وكده، ودور محمد شوقي صراحه كان بيتعامل معانا بشكل كويس قوي. دور محمد شوقي معاك انت تحديدا في المكان ده، لان هو كان مكانه يعني طبعا اقرب لاكرم توفيق اكتر، ولكن محمد شوقي واحد من نجوم الجيل السابق في هذا المكان، كان دايما بيتكلم معاك في ايه؟ هو كابتن شوقي كان بيتكلم معاك في يعني، كابتن شوقي كان بيفضل يقول لي اللي هو كان بيفهمني يعني
اللي هو الشغل بتاع المركز ده، كان يقول لي دافع بس لما اكرم يروح هيك مثلا اكرم يضغط على الكوره لازم انا اكون من تحت كده جنبه، انا اروح اكرم من تحتها بس اكرم يروح وانا داخل معاه بدايه السنه، فكنت بقى انا بهدف في اكرم يروح اكون انا من وراه على طول اخش على طول في وراه. فكابتن شوقي كان بيتكلم معايا يعني كتير، كابتن شوقي وكابتن محمد شوقي وكابتن شيتوس طبعا كانوا بيتكلموا معايا كتير يعني. لا انت قلت شيتوس وضحكت، هو شيتوس يعني ايه دايما بيعمل حاله من المرح صح؟ لا لا ده كابتن شيتوس صح ولا ايه؟ لا ده مش طبيعي خالص. قول قول يا نجم قول. لا اصل شيتوس زميل يعني 4 سنين أو 5 سنين فيعني انا عارف هو بيعمل ايه. خلاص بيني وبين حضرتك بقى كابتن، بيني وبين حضرتك. ماشي بيني وبينك وانا هطلع اقولها خلي بالك. لا مش هطلع اقول حاجه عمار. طيب اخيرا لما رجعت بقى استقبال لاعبو النادي الاهلي ليك واستقبال لرينيه فايلر وجهازه الفني لنجوم منتخبنا الاولمبي بعد الفوز بهذه البطوله الغاليه جدا يعني. لا هو طبعا انا كابتن يعني طبعا العيش الاهلي طبعا تحس ان بجد دوت يعني اتقال عليهم لا بجد لعيبه كبار اصلا. قبل ما اروح التمرين هم كلموني يعني، هم كلموني وبعد كل ماتش مش عايز انسى حد، كابتن سعد سمير كابتن محمد هاني، فبعد كل ماتش بيكلموني شدي حيلك خليك زي ما انت ماشي كده، كانوا هم بيكلموني من قبل ما اروح التمرين على طول يعني بيتكلموا معاك. كابتن مين ومين اللي بيتكلموا معاه؟ بقول لك على طول كانوا بيتكلموا معاك. على طول على طول كابتن محمد هاني كان على طول كابتن محمد هاني كابتن سعد سمير كانوا كلهم الصراحه بيتكلموا معايا يعني، وكابتن سعد سمير برضو بيتكلم معايا كتير يعني. هو كابتن سعد مش عايز انسى دوره، لا هو بيتكلم معايا كتير اصلا، ان انا شفت حلي في التمرين وان الفرصه هتجي لي وان انا ما ازهقش وان النادي الاهلي مش زي اي نادي ولازم تصبر او الفرصه لما تجيلك لازم تمسك فيها، فكان الصراحه بيتكلم معايا كابتن سعد كتير يعني. ريني فايلر اتكلم معاك وقال لكم ايه؟ ولا ما شفتهوش؟ لا هو احنا رحنا المقصود اللي احنا اول ما رحنا عملوا لنا صورته بس. عملوا لنا صورته وهنونا يعني قالوا لنا الف مبروك، وكابتن سيد اتكلم، كابتن سيد اللي اتكلم معايا يعني الصراحه. قال لك مبروك كابتن سيد. اتكلم معايا اتكلم معايا في موضوع يعني الفرصه من عدمها وكده، فانا قلت له قال لي اتمرن انت لو عايز توصل لحاجه لازم تكمل على كده، ما ينفعش تقف عند الحد ده، لازم تكمل واتمرن كويس والفرصه هتجي لك ان شاء الله. قلت له حاضر يا كابتن، اتمرن وعامل عليها وان شاء الله الفرصه تيجي يعني. انت حضرتك عارف يا كابتن اسلام الفرصه بتيجي في النادي الاهلي صعبه يعني. صعبه بس انت قدها وقدود انا متاكد يعني. ان شاء الله باذن كل جمهور النادي الاهلي هيستناك خلال الفتره اللي جايه. لما بتشوف رينيه فايلر بتتعاملوا ازاي يعني؟ ما مسيو رينيه فايلر فبيتكلم فرنساوي وانا عارف ان انت الفرنساوي بتاعك جامد جدا يعني. جامد زي الفرنساوي بتاعي بالظبط. تتعاملوا معاه من خلال عمرو محب اعتقد مش كده؟ هو كابتن عمرو هو اللي بيترجم لنا كل حاجه يعني. عند عمرو يعني هو ما بيجي يتكلم هو بيترجم لنا كل حاجه. لا هو الراجل الصراحه شايفه شخصيه كويسه وشخصيته قويه يعني، بس هو ده اللي بيميزه قوي يعني، هو شخصيه قويه. طيب معرفش مش عايز تلعب باك رايت يا عمار؟ اصل انا انا شايفك كده، اصل انا شايفك جاي ايه جاي على بركات شويه يعني. شويه نص ملعب ماشي، شويه باك لسه ما لعبتش باك رايت، شويه هاف رايت ماشي، شويه هاف ليفت ماشي. هو هم قالوا لي في الاول كابتن اسامه الشاطر، فبعد كده هم قالوا لي كان رمضان بيقول لي انت هتبقى زي كابتن اسامه الشاطر، بعد كده بقى كابتن اسامه بقى صلحها عليا قال لي بركات. بالظبط كده، انت شباب انت بتلعب انت لا بس خلي بالك انت بقيت بتدافع بشكل لا بجد انا انا مبسوط جدا بموضوع الدفاع ده في ظل حاله الهجوم اللي عندك يعني. انت اساسا الناحيه الهجوميه عندك مش محتاج ان انا اتكلم فيها، ولكن الناحيه الدفاعيه الحقيقه تطور مذهل. لو فضلت كده انا متاكد ان هيكون لك دور كبير جدا جدا مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه ومع منتخب مصر الاول ان شاء الله يعني. يا رب يا كابتن اسلام يا رب والله، ادينا اهو بتمرن اهو وان شاء الله مستني الفرصه باذن الله، ونفسي تيجي يعني، نفسي ان انا اشارك في النادي الاهلي. ان شاء الله هتيجي وان شاء الله هتبقى حاجه جميله جدا. فاكر الكره اللي انا اتكلمت عنها دي اللي اعتقد كانت في ماتش جنوب افريقيا؟ في ماتش جنوب افريقيا. أيوة. دي يا كابتن اسلام الكره دي اللي انا نزلت بالدماغي دي خدت احسن لاعب في الماتش ده. ايوه اللقاء ده ماتش جنوب جنوب افريقيا جاي يشوط الكره، فانا حطيت دماغي كده فهو عم لابسها، انا قمت واقع كده فالكره قدامي فقمت بالدماغ. كل دي روح النادي الاهلي اعتقد. طبعا انت بتلعب باسم مصر في الاخر لكن روح النادي الاهلي. طبعا انا من ساعه ما جيت النادي الاهلي وانا بقول لحضرتك، هي لما رحت النادي الاهلي
اتعلمت الحاجه دي من النادي الاهلي وكله كده يا كابتن. يعني انا في التمرين بستغرب اللعيبه يا كابتن الاسلام بتصوت نفسها في التمرين اكتر ما بتصوت نفسها في الماتش. لان ما حدش ضامن فرصه للنادي الاهلي، ما حدش ضامن نفسه اللي هو بيلعب ممكن الماتش اللي بعديه تلاقيه بره، فما حدش ضامن. لا اصل في ناس فاكره ان يعني اللعب في النادي الاهلي ده حاجه بسيطه يعني او سهل ان انت تلعب في النادي الاهلي. والله انا كنت فاكر كده برضه يا كابتن اسلام، ما اضحكش على حضرتك. بس لا يا كابتن اسلام، اللعب في النادي الاهلي عايز حاجات كتيره جوه الملعب غير ابرق بره الملعب، يعني عايز حاجات، عايز التزام جامد وعايز في التمرين تكون مركز جدا، تحس ان انت يا كابتن اسلام داخل اختبارات. داخل اختبارات حتى في التمرين. التمرين لا لازم يا كابتن اسلام تكون مركز قوي في التمرين لازم. طب انت تشبيهك ببركات ده يعني انت مبسوط بهذا التشبيه ولا انت طبعا شايف؟ طبعا يا كابتن طبعا طبعا ده شرف ليا ان انا اكون زي كابتن بركات. يعني يا عم ده ما عندوش فكره يا عم، ما تخلينيش بقى اقعد اقول كلام. انا اقول انا اقول انت ما تقدرش تقول، خلي بالك. شرف ليا ان انا اكون زي كابتن بركات او لما كرتوني برضه زي حضرتك كابتن اسلام الشاطر. رمضان اللي بيقولها لي بقى كابتن اسلام بيقول لي تبقى عامل زي كابتن اسلام الشاطر وكده، بعديها بقى جاي كابتن شوقي بقى طلعها عليا. كابتن شوقي غريب خلاص بركات، فطلعوها عليا بقى المواقع بقى نزلت عليا بركات بقى وكده. ربنا يكرمك يا عمار وسلم لنا على اهل المطريه كلهم وكل الناس اللي عندك، وبشكرك جدا يا عمار والف الف الف مبروك. ولو عايز توجه رساله نهائيه لجمهور النادي الاهلي من خلال ملعب الاهلي. انا الله يبارك في حضرتك يا كابتن، وانا بشكر حضرتك على الكلام اللي حضرتك قلته. ربنا يخليك. وانا طبعا يا كابتن بشكر جمال النادي الاهلي والجمهور اللي جه ورانا ده. يعني بشكر الجمهور اللي جه ورانا، وانا بشكر جمال النادي الاهلي على دعمهم ليا، وانا ان شاء الله يا كابتن يعني باذن الله الفتره الجايه اكون عند حسن ظنهم باذن الله، يعني واعمل حاجه مع النادي الاهلي وان شاء الله ناخد كده بطوله الافريقيه اللي هي غايبه عننا بقى لنا سنين يعني ان شاء الله. يا رب افرح واتبسط اليومين دول عشان بعد كده شغل حتى الموت، لان المباريات القادمه انا عارف يا كابتن مباريات ورا بعض وكلها صعبه، والناس او جمهور النادي الاهلي مستنيك ومستني كل لعيبه النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه يا عمار. ان شاء الله باذن الله كابتن. انا بشكرك والف الف مبروك يا عمار. الله يبارك في حضرتك. شكرا جزيلا عمار حمدي، واحد من نجوم منتخبنا الوطني الحقيقي.